كويس جدا حمدي فتحي، راكيتاتش الكره المصريه، لاعب رائع، لاعب كل مره بيثبت انه شخصيه كمان دوليه، مش مجرد لاعب دولي، لاعب بيلعب كره قدم حديثه، بيتحرك في اماكن جيده جدا. الهدف اللي صنعه محمد هاني يا احمد، قد يعتقد البعض ان الهدف سهل، ان حمدي فتحي لعب الكره ما كانتش بسهوله في المرمى، ولكن تحرك حمدي فتحي وتمركزه ووجوده في المنطقه دي هو ده المهم جدا. والتاني مباراه التوالي يكون هو اللي بيحقق هدف الفوز مع منتخب مصر، ودي برضو اضافه تحسب لطبيعه مركز حمدي فتحي. طبيعي، واللاعب بيطور من نفسه وده المهم جدا.